السلام عليكم مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالي، قناة فوفو شانيل. كنتمنى لكم فرجة ممتعة، وما تنساوش إلا عجبكم الفيديو ديروا اللايك وديروا الإعجاب وديروا اشتراك باش يوصلكم الجديد إن شاء الله. في هذا الفيديو غادي نوريكم المشتريات ديالي اللي شريت الكوزينة والدار، شي حوايج خديتهم من ايكيا، شي حوايج خديتهم من مرجان، شي حوايج خديتهم من محل عادي ديال الواني. المهم داكشي كان خاصني وزوين وصراحة غينفعني في الدار. المهم هاد الاشياء اللي خديتها هما كما كتشوفوا في التصاور متنوعة، فيها بزاف الحوايج، وهادو كلهم كيتحتاجوا من غير حاجة واحدة ولا جوج، يمكن لي ديكوراسيون هي اللي كانت ديكوراسيون، ماشي الاخر كله كينفع. غادي نعطيكم اون ديتاي كل حاجه شنو خديتها ومنين خديتها، والاثمنه صراحه ما بقيتش عاقله على الاثمنه، مي زعما تيقوني هادشي كله ثمنه في متناول الجميع. غادي نبداو اول حاجه بهذا المقراج، هذا المقراج تري 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 براتيك صراحه، زوين، طاي صغيره، كينفع كيقدي هكا الاتاي ولا بغيتي ديري دي تيزان ولا شي حاجه. المهم هو غلاي وزوين وزعما على قد يدك. وحاجه اخرى انه منين كيغلى كيصفر، يعني حتى الا كنتي نسيتيه ولا هذا هو كيعلمك باش كتجي كطفي عليه ولا كتقدي به داكشي اللي بغيتي، يعني عمرك ما غتخلي الماء كيسيح فوق البوطه. هذا هو لافونتاج اللي باش عجبني، وزياده على كما قلت لكم انه صغير ما كيشدش البلاصه بزاف، تمري به بحال هكا كويز اتاي ولا تصايبي به دي تيزان هكا في الليل بغيتي ترتاحي ولا شي حاجه. المهم تري براتيك، عنده داك القبيضه كي بحال هكا كما ملي كيتقبض، وهانتوما كتشوفوا معايا لي كاركتيرستيك ديالو، انه كيصفر كيهز يترونس وكيخدم في اي بلاك كزاسوا ديال الضو ولا بالغاز. هانتوما نعاودو نشوفو هنايا، الصراحة زوين عجبني ونفعني. هاد لبو خديتو بوغ لا ديكوراسيون ديال لا كويزين، زوين هداك اون بلونت، وهذا لبو فاش كنحطها هاهي غادي نحطها وسط من هداك لبو، كيجي المنظر ديالها زوين. كنستعملها في بزاف ديال لي ديكوراسيون، كسوتها في الكوزينة، في لوكس على مونجي، في البيت، المهم عندها عدة استعمالات، تقدرو نتوما تشكلوها كيما بغيتو وتستعملوها وقت ما بغيتو. هادي خشبة ديال سخونية، كتحطي عليها طويجين سخون، بريق سخون، مهم اي حاجه خفتوها تشد لكم في لاناب ولا شي حاجه كتحطوها عليها، تري براتيك حتى هي زوينه كنت محتاجاها. من بعد عندي هنايا هاد السوبور، هذا كتحطي فوق منه الطبيصلات صراحه، او ميم طون رانجمون بوغ لي اسييت او ميم طون ديكوراسيون هكا فوق لو بلان دو طرافاي. كتحطي عليه الطبيصلات كيجي المنظر ديالو حتى هو زوين، وكيكونوا على بورتي دو لا مان ديالك وقت ما بغيتي تجبديهم تلقايهم ستفين. عندي كذلك هنا هاد لي كاغاف، هادو زوينين كيجيو في تحطي فيهم الماء ولا كتحطي فيهم عصير سيترونات ولا اورانجاد ولا اللي عندك. المهم اي سون تري براتيك هكاك داك الحلاله ديالهم تماك اللي فيها داك الفاشي كيجيو زوينين، ولا كديري فيهم حتى داك الموخيتو كيجي المنظر زوين، مع سورتو هما ترونسبارون كتستعملي فيهم كلشي، وداكشي اللي الداخل ديالو كيبان اون ميم طون كيدير لك المنظر زوين يعني في الطبيله ديالك، يعني هادو زوينين ما تندموش عليهم، ثمنهم رخيص، هادو كانوا من ايكيا. هنا عندي هاد العبا ديال البوطه،
كتحط عليها ملي كيكون مثلا عندك شي براد ولا براق صغير ما كيوصلش للبوطه كيطيح ولا كيتهرق ليك ولا هذا، فهادي راه هي الحل. كتحطيها كتجي على جميع القياسات، واخا يكون براد صغير واخا تكون شي مقيله صغيره، المهم ما كيبقاش داكشي يطيح لك ويتهرق لك. كان دائما عندي مشكل كنحط مثلا ديك العصاره ديال القهوه صغيره كتهرق ليا، دونك مع هذا الحل هذا. هادو كيتباعوا عند مولين 5 دراهم، يعني رخيصه. دابا غادي نوريكم هذا المقيرج هذا ديالي، غادي نعمر بيه اتاي. هنايا غادي تشوف معايا لي سوطاس، هادو كديري فيهم لي طاس هكا ديال القهوه ولا كيسان ديال العصير، ولا كيجي حتى من المنظر ديالهم زوين مع داك لي في مغبغ حتى هو اللي فيهم البياض والدوغي، كيجي زوين. وحتى في الحطه كيجيو هكا منظر زوين، اي بلا ما تستعمليهم خليهم غير تماك في داك السوبور ديالهم كيجي منظر ديالو زوين. انا سورتو غنستعمل بحال هكا القهوه ولا العصير، كيجيو بحال هكا على هذا الشكل هذا صراحه. حتى هما كاينين عاطين شي حاجه زوينه. وغادي نوريكم هنايا الحطه كيفاش حطيتها. هذا الريفي العجيب، فيه واحد مولاي الصوت افيقكم نتوما والجيران. المهم لا ديكوراسيون ديالو زوين، وكيعطينا احساس بحال الا رحنا في الزمن القديم، حيت الشكل ديالو قديم صراحه. هذا عمرو ما كيموت، هذا بحال الشكل اللي كان فيه الفروش هو هذا. غوتوار شبكه ديال المعن، من كتصل المعن كتخليهم يتقطروا فيها، فيها بلاصه ديال المعلقات، بلاصه ديال الكيسان، بلاصه ديال الطبيصلات. صراحه زوينه تري براتيك، سهله في التنظيف، وصراحه المنظر ديالها زوين. تحطها في اي جنب دورتيها كتجي زوينه، نفعاتني حتى هي احسن من هذوك ديال اينوكس. انا هذوك ديال اينوكس كيجيوني فيهم غير المنظر، مي هادي زعما حاجه ديال الدوام. دابا غتشوفوا معايا الترموسات الزوينين صراحه. الناس اللي معايا في الدار كلشي حماق عليهم، عجبوهم، ما فيهم واحد الشكل زوين. وحتى في ايكيا راه حاطينهم، عليهم حاطينهم دوغي وحاطينهم بثمن غالي. هادو ثمن صراحه مناسب، خديتهم عند اوسكار ديكو، واحد المحل كاين في سلا، عنده داكشي زوين صراحه. خديت وحده كبيره وحده صغيره، الصغيره كدير فيها القهوه كحله، والكبيره ديال الحليب.
كيجيو في وقت بلا زوينين، والسخونيه صراحه كاينش دو سخونيه، انا جربتهم كيخليو داكشي كما هو زعما في الحراره ديالو، عجبوني صراحه، كيحمق المنظر ديالهم هكا بجوج. في الاول كنت بغيت ناخذ غير وحيده، ولكن بعد لقيت انا خاصني جوج وخديتهم بجوج. هادو يا سلام ما ندمتش عليهم. دابا الحاجه اللي غنوريكم هي هاد لي دو كادر فوتو، خديتهم سبيسيالمون بور لا كويزين باش نحط فيهم هكا دي تيم سور لا كويزين. الاولى ديال في كوفي فيها كاع دوك لي المسائل ديال الكافي، والثانيه ديال تي اللي هو لو تي اللي فيهم هكا خديت حتى كنبقى امبريمي هكا وكنلصقهم. المهم كل مره كنبدل ونقدر نستعملهم بزاف د الحوايج، ماشي غير هكا الكوزينه. المهم هما دابا اللي سون دي دي بور لا كويزين، ولكن نقدر انا نصلحهم في حوايج اخرين. بقى غير نبدل غير ديك التصويره كنبدلها، كيعطيني منظر جديد وكيبدل لي على ديكوراسيون توتال، سواء كو في الكوزينه ولا عندي في البيت ولا في الصالون ولا شي حاجه. il suffit juste انكم تامبريميو هكا لي فوتو لي بغيتو وكتعاودو تركبوهم من اللور. هادو حتى هما خديتهم من ايكيا بثمن جد رخيص جدا جدا جدا، ولا نقولو ثمن معقول جدا جدا. بوبال حاشاكم تري تري براتيك هي الكوزينه، سي جوست انك تحليها برجليك من تحت وكيتحل الباب. هذه كانت عندي وحده عاديه، مي هذوك ماشي براتيك، هذه عجبتني سهله في الحلان هكا طويله كتهز داكشي على الطول. المهم مزيانه تري براتيك عجبتني. سسبوندو خديتها لوت لا كويزين، خديت جوج، هاي كدير المنظر ديالها زوين، وهذه اللي كدير في المطابخ وكدير زوينه في المطابخ العالميه صراحه كيديروها، وحتى هي كتجي زوينه صراحه. جاتني في الكوزينه من داك الشرفع هذا، كتكون من هاد الطبقات هادو، كل وحده فين كتركب كتبعوا غير الخطوات اللي كتبين في الكتاب وسهله في التركاب.
كنتمنى لكم فرجه ممتعه وكنشكركم بزاف وما تنساوش الاشتراك واللايك والتعليق والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم وشكرا لكم على المتابعه وما تنساوش الاشتراكات. بسلامه، باي باي، الى اللقاء في فيديو جديد.